البروجي هذا نخدموا فيه العبد الله وعمار التيفي اللي هو ممثل مسرحي. نخدموا في اتوليي نتاع اسلام تياتر مع دي جون من القاسرين. خدمنا معاهم ديجا شهرين تالي في اكتوبر، عملنا معاهم 3 جور داتيلي، عملنا مع دي جون من القاسرين 3 جور داتيلي ومع سيدي بوزيد 3 جور زاد داتيلي. لميناهم مع بعضهم سميناه سبيكتاكل اسلام فيجون. عملنا عرض في سيدي بوزيد، عرض في القاسرين وعرض في تونس. وهاو توا رجعنا جينا البارح، جينا قلت البارح، من البارح بدينا الاتوليي مع لي جون هذوما في القاسرين وخلطوا جماعة سيدي بوزيد وباش نعملوا عرض غدوة إن شاء الله معناها نهار الأربعاء. أول مرة في القاسرين سيدي بان مو كبيرك معاك، ثم ديزارتيست جايين من برا، مي علاش ما جابوش ديزارتيست أخرين من تونس؟ خاطر ثم كان أنا وحاتم من تونس نقدموا في ديزارتيست. دونك عندنا زيستيك شيء هي الباز نتاع الفيستيفال هو الكاليغرافي والرسم على الجدران. دونك ما ثماش، ما زادوش بربشوا اكثر في التياتر في الدونس كونتمبورين بار اكزومبل الكاليغرافي وكذا. اما سي بيان اللي موجوده الحاله هذه، معناتها الحاجه هذه موجوده في الكاسر.